ظاهرة العم صالح غريبة وفريدة، رجل مسن عمره 160 عاما، عاش وترعرع في قرية أم صلب بوادي عبدان في مديرية نصاب بمحافظة شبوة، حيث ظهر القرن تحت شعر رأسه قبل 20 عاما. ولم يعرض العم صالح حالته على أطباء، فالقرن الظاهرة نبت دون أن يصاحبها إحساس بالألم، وبدأ يطول القرن الصلب في تكوينه حتى بلغ ذراعا. بدأ القرن في رأس العم صالح يؤرق نومه حتى بتره، وقد بتر العم صالح القرن 5 مرات، آخر مرة كانت قبل 8 شهور. وهنا يحدثنا محمد ابن العم صالح الذي يبلغ من العمر 90 عاما على ظاهرة نمو القرن، ويقول: كان نمو القرن في رأس والدي سريعا كحجم جزرة متوسطة الطول كل شهرين. طيب أبغاك تحكي لي عن القرن، متى طلع القرن في رأسك؟ القرن؟ اي نعم القرن، والله بإذن الله، والله بإذن الله وقت. كيف حسيت به قبل يطلع؟ هذا فوق هذا القرن يا أبوك، ولا تحت شعره وقع هذا ومكانه وخليته وخليته ولين هذا قرن طال. وثاني بعدناه وحمد بعدناه أخلب وطال لما وقع فيه، وثاني وبعدناه أيضا 5 مرات، وثاني بعدناه هو حرير لنا في الوقت الأول، وكل ما ذا بعدنا وكل ما ذا بعدنا. وثاني أول مرة جاء طويل، وش طوله أول مرة؟ يعني وش جاء طوله الأول؟ أي طار لما وقع، طار لما وقع، لما وقع ذراع 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 ذراع. نعم ذراع من هنا لما طرف الأصبع ذا، يوا ذراع أحمد بن محمد خوف، يوا أيوة معروف. نعم كان طالع سيده ولا معكر؟ معكر. ايه قالك طالع اسمح ولا معروج؟ لا معكلف اقول له. لا والله معكلف، يا عكالي معروج على راسك. ايوه نعم دايري وقع زي عكف الرجال. ها في هذا المكان. طيب طيب علمنا انت اول مره وش طوله؟ اول مره طوله ذراع بذراع واحد من عيالنا، ذراعه طويل بعد ما هو شيء من مثل طلع علي ما شاء الله. طلع طويل شوف، كان على الراس وكان على هنا لف لفتين او ثلاث هنا، مثل كان الطرف لحظة كنا رطب. لا والله قوي بالله، والله قوي. لا قوي عشر اسفله رطب ولا قوي؟ قوي ما تقدر. لا قوي قوي عشر. واحد من اصحابنا اسفل العيال هذا قرن ولا ايه؟ لا صم هكذا فك عليه ظفوره وانشقف ظفوره. ما يتحرك قوي مرة. قوي عجي عجي قوي قوي. طيب يوجعك لما طلع؟ يوجعك تحس بألم؟ ما يحس بشيء ألمه ولا حس بحجة. سبحان الله ماشي أول ما يحس بالألم ولا حاجة. نعم أبد. طيب آخر مرة قطعته متى؟ آخر مرة قبل شيء 8 شهور. 8 شهور يمكن قبل 8 شهور. طيب لأنه ما خلاه يرقد، كل ما جاب يرقد شجح رقبته. 8 شهور قبل 8 شهور بعدناه منه هو وشله ولدنا هذا. كم ياخذ له حتى يستقيم في الراس ويطلع من الراس؟ كم ياخذ سنة يعني بالنسبة للطلع الوقت؟ لا لا ولا حتى شهرين ياخذ. أول لما يطلع يعني في حوالي فيزيك يطلع بسرعة.